دائما في هذه الفقرة بحب أطرح الأحداث والمواقف اللي بتهم جمهور النادي الأهلي ونتكلم فيها بالعقل. بعد مباراة النهارده كل جمهور النادي الأهلي وجهة نظر يعني اتأكد إن احنا مش بنقول أي كلام وخلاص. لأن كل اللي يهمني هنا ولما بقول أنا يبقى أنا عندي الأستاذ محمود سعيد، الأستاذ عمر، الأستاذ حاتم، الأستاذ هشام، المجموعة كلها، الأستاذ سمير، المجموعة اللي شغالة كلها. مش إسلام، مجموعة كبيرة شغالة في هذا البرنامج. اللي يهمني هنا، اللي يهمنا ككرو أو كمجموعة في هذا البرنامج هو جمهور النادي الأهلي، ما يهمنيش حاجة تانية. امبارح كنت بتكلم وبشيد بمجدي قفشة، أول امبارح كنت بتكلم وبشيد بمجدي قفشة رغم إن هو أخطأ. فالناس قالت لي يا عم إسلام يعني ما ينفعش وبتاع، بعض من جمهور الأهلي. طبعا انا كلام جمهور الاهلي على دماغي من فوق، ما عنديش مشكله خالص فيه. النهارده مين اللي سجل هدف الفوز؟ مين؟ ايوه، محمد مجدي قفشه. طيب قفشه احتفل مع مين بالهدف؟ ها، مع مين يا سمير؟ هو ده مين ده، كولر ولا مين؟ مش دي كانت الخناقه مشتعله والكلام اللي كان بيتقال امبارح في احد الاستوديوهات التهريج اهو؟ لا، واضحه جدا الخناقه، واضحه وعاليه ما بين قفشه وما بين كولر. وبالمناسبه انا عارف ان هم هيعملوا كده مع بعض، ان ده يعني تشوف المشهد ده وتفكر بعقلك فتكتشف ان بعض الاستوديوهات القائمه على التهريج ودس السم في العسل كانت ولا تزال تواصل الكذب، والكذب بفجور. ادي محمد مجدي قفشه اللي غلط، ده غلط محمد مجدي قفشه، غلط، اتعاقب، اعتذر، احتفل امام حضر. يعني انا ما بقولش حاجه من وحي الخيال مثلا او الكلام ده كله، لا ابدا يا فندم. انا بقول لحضرتك غلط، عوقب، اعتذر، احتفل على طول، احتفل مع الراجل اللي خصم منه بالمناسبه، سواء كولر او وراه خالد بيبو اللي وقف لمجدي قفش عشان يحتفل معاه. هو مين اللي وقع غرامه على مجدي قفشه؟ هو خالد بيبو بالاتفاق مع كولر اهو. ادي بيبو اهو وقفشه، واللقطه دي من موقع في الجول اهو، قفشه وخالد بيبو والثلاثه اللي كانوا بيتخانقوا بيشدوا في بعض وبيضربوا في بعض. انا بجد والله مثل هذه المواقف ومثل هذه الاستوديوهات هي دي اللي بنضحك عليها. وبالمناسبه الفلوس اللي مخصومه من قفشه هتتخصم، وهم مبسوطين هم وفرحانين. وهو في الفيديو هنا قال له ايه؟ قال له ملوش علاقه بالخصم ده يا قفشه. الموقف انتهى يا جماعه، ودي طبيعه النادي الاهلي. في لوائح وقوانين، أنا آسف، لوائح وتقاليد بتحكم الجميع. أخطأت، عوقبت، اعتذرت، فاحتفلت. مثل هذه المواقف واللوائح بتسري على الكبير والصغير، وده سر الاستقرار. الفلوس حتى اللي اتخصمت، لو خصم جنيه، الجنيه مخصوم، أنت حبيبي وبنحتفل ب200 ماتش والكلام اللطيف والحلو ده، ولكن الفلوس هتتخصم. لأن القواعد قواعد والمبادئ مبادئ واللوائح لوائح. لماذا دائما تجد أن انضباط فريق النادي الأهلي على مر العصور، على مر العصور بتجد أن هناك انضباط واضح؟ احنا لما بنيجي نقول حاجة مع حضرتك ما بنقولش أي كلام والله. مش احنا اللي نضحك على جمهور الأهلي أبدا ولا هتحصل. لكن النهاردة الأهلي وقفشة وخالد بيبو وكولر، كابتن خالد بيبو ومستر كولر، هم اللي خلوا الناس تضحك على اللي بيتقال في استوديوهات تانية. هو ده المشهد اللي انا كنت عايز اوريه لحضراتكم من خلال هذه الفقرة، فقرتنا بالعقل. وبيرد على كلام كثير وشائعات كثيرة جدا، ودائما بيثبت لحضراتكم ان ما يقال داخل قناة النادي الاهلي وداخل البيت الكبير
هو كلام حقيقي وواقعي وليس مجرد كلام للتطبيل أو إنهاء الموضوع. ده بس يعني حبيت أوري حضراتكم، لأنه في استوديو امبارح طلع مخصوص وقال لك الخناقة ولعت ما بين خالد بيبو وما بين كولر وما بين مجدي قفشة، أدي الخناقة اللي ولعت.